لن تصمد كثيرا فكرة أنه شعر. نحن نعلم جميعا أنه ليس شعرا. لقد عرفنا الشعر وما هو بالشعر. فلنقل ساحر. اسمع، عتبة وعتيبة، رأس من رأسيكما حرام إن لم تطلق بنتي الساحر. لكن يا والدي، ليس هناك كلام آخر، هيا اذهبا وطلقهما. فلنرى من سيتزوج بنتي هذا الساحر. يتقدم النبي ناحية أبي جهل ليدعوه، لم يلتفت عن دعوته برغم إذائهم له، رحمة للعالمين. يا محمد، أتريد أن أشهد عند ربك أنك بلغت الرسالة؟ سأشهد عند ربك، ولكن دعني، فلو أعلم أنك صادق لاتبعتك، ولكنك كاذب ساحر. ويمضي النبي في هدوء ويتركه. تعلم يا صديقي ابن أبي معيط، تنازعنا نحن وبنو عبد المطلب، وكنا كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. ولكني أصدقه يا أبا جهل. يا ابن معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني وجهي من وجهك حرام، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ولن تكون صديقي بعد الآن. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. حتى تذهب وتبصق على وجه محمد. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن محمدا ساجد عند الكعبة. هو لن ينتهي عما يفعله عند الكعبة. سوف أجعله لا يسجد هذه السجدة أبدا. وماذا ستفعل؟ جملي مات، فتحت بطنه، ملأت جلابي بأمعائه كلها. هيا بسرعة نأتي باثنين من الرجال ليحملاها، إنها ثقيلة جدا. بعد حملها يتقدمون ناحية الرسول وهو ساجد، ويضعونها فوق ظهره الكريم. انظروا، إنه لا يقدر على القيام من ثقلها. إلى أن تأتي السيدة فاطمة وتضع عن ظهره أمعاء الجمل، فيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إليها، فيجدها تبكي، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بنيتي، فإن الله ناصر أباك. قلتم عليه مجنون، وقلتم عليه كاهن وشاعر، وأخيرا ساحر. وما هو بساحر؟ قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟ يبدو عليهم الحيرة، لا يدرون ماذا يفعلون. إذن قل لنا أنت يا ابن المغيرة. نعم، وماذا ترى أنت يا ابن المغيرة؟ والله إنه فكر وقدر. إن لقوله لحلاوة، فقتل كيف قدر. وإن عليه لطلاوة، ثم قتل كيف قدر. وإن أصله لعذق، ثم نظر. وإن فرعه لجنا، ثم عبس وبصر. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، ثم أدبر واستكبر. وإن أقرب القول أن تقولوا، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ساحر جاء بقول هو سحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. لقد أوذيت وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، هكذا قال سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم.